كثيرة طبعا وأخبار كانت حديث الناس ونبدأ فيها حلقتنا زي كل يوم. بس خلينا أول شيء نصبح على سهى ونسألها وش تفطر. صباح الخير سهى. صباح الفل يا هدى. والله كل مرة على حسب يعني، بس صرت أحاول أني ما أبدأ على الأقل فطوري بحاجة حلوة، لأنه بحس لو فطرت حاجة حلوة بصير بشتهي حلو طول اليوم. يعني أكيد بيض زي كل الناس. اليوم أكلت فلافل في الصباح، مرات أحب أكل جرانولا يوغرت، يعني ممكن أنوع. في أيام للأسف بتعدي ما بفطر، بس بحاول أركز دائما أني يعني أحاول أفطر علشان ممكن أنسى وما أكل طول اليوم، وهذا الشيء أبدا ما هو كويس، وبيصير ما عندي طاقة في اليوم. أنت عارفة مع الأولاد ومع الشغل ومع كل مشاغيل اليوم، فلازم الواحد يفطر. ما سمعتك هدى، أنت قلتي إيش تفطري كل يوم ولا لا؟ والله شوفي، أنا صراحة دائما متعودة أخذ قهوة مع بسكوت، يعني قليل أفطر، يعني مش كثير، بس يعني أحرص في الويكند أنه يكون في فطور حلو، يعني تعرفين عند الويكند والجمعة.